السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة حبيت نفهم برك هذه الصورة تمثل ولد أم بنت. حاب نعرف برك هل هذا ولد أم بنت، هل هذا أنوش أم أنوشة فقط. هل الجزائر عندها مستقبل مع هذا النوع من الكائنات أم لا؟ أنا مصدوم. تقبلوا مروري وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.